بتبقى حلو لما يبقى يعني مجموعه كبيره من النادي الاهلي طالعه ومنتخب بتمثل، بالتالي اكيد حاجه كويسه. هو الاهلي احنا فريق واحد وروح واحد وروح واحده يعني، ف دي حاجه جميله في النادي الاهلي بصراحه، ان احنا الكباتن كلها مع بعض. احنا انا ما بروح اتمرن في النادي، انا مش مع كابتن واحد، انا بحس ان الكباتن كلهم بيساعدوني، اي حد عايز يضيف اضافه. طبعا دكتور مضى عاصم رئيس الجهاز هو طبعا، ودكتور محمد حسن، هم عاملين الاسره دي من زمان يعني، صحيح مش صحيح. من قبليه، من ايام دكتور مهند عضو مجلس الاداره، من بطل العالم طبعا، بطل العالم طبعا، الكلام ده كله موجود في الاهلي، وكلنا بنساعد بعض وكلنا اخوات يعني. طب قول لي يعني، انا سالت برضو يعني حبيبي عن رؤيتها للكارير بتاعها الفتره اللي جايه، انت برضو لازم اسالك، اقول لك رؤيتك، شايف يعني عايز تعمل ايه، ايه اللي انت عايز تحققه؟ والله اي لاعب كاراتيه طبعا حلمه بطوله عالم كبار، فالمفروض في بطوله عالم كبار جايه في نص نوفمبر، المفروض نوفمبر فين؟ في دبي، تعمل في دبي، فدي ستيب يعني المفروض بنجهز لها. والمفروض في بطوله عالم اساتذه هتتعمل، عالم اساتذه دي اللي هي بتجمع اول ثلاثه في العالم في الرانك، وبتجمع اول ثلاثه في جايبين ميداليات في بطوله العالم في دبي، هايل. وبيبقى فيه اتنين تمثيل قاري. طب سؤال، لو في واحد من الثلاثة اللي هو يعني مثلا سي الأول على العالم خد ميدالية في دبي، بياخد اللي بعده، ياخد اللي بعده، فهو ده انا برضو يعني دي كستيب تانية، الفوكس على بطولة العالم ما حصلش، تبقى انت في الرانك الثالث ايوه الأول، انا دلوقتي السادس، ف عايز تخش الثاني ف يعني أو عايز اعلى ثاني في أول. الرانكات، يعني عندي بطولة روسيا لازم اركز عليها ان تعليني يا في رب الرانك معاك يا رب، ان شاء الله، وفي محطتين كمان قبل ما تقفل الرانك، في واحدة في شهر واحد في النمسا، وفي هتروحها؟ ان شاء الله، كويس، تجمع وفي في نقط. شهر اتنين في دبي، تجمع فبعد كده يا بقى، انت بتسافر ممثل المنتخب يعني، اتحاد يعني الكاراتيه. في بطولات المنتخب بيسفرك فيها، وفي بطولات ما بيبقاش المنتخب يعني بيروحها او كده، فبضطر ان انا اسافرها على على حسابك؟ طبعا. يعني طب يعني بيبقى الموضوع اكيد مكلف يعني، حتى طبعا يعني انت بتضحي يعني بفلوس وبتضحي بوقت عشان عشان توصل حلم يعني، حلم. الواحد حلم طبعا ان انت لما تجيب ميداليه في بطولة عالم او تجيب ميدالية في بطولة عالم اساتذة او اللي هي وورلد جيمز، فدي حاجة كبيرة، وورلد جيمز زي الاولمبياد يعني، صحيح زي الاولمبياد. صحيح. وعايز اقول لك يعني الناس لازم تشوف قد ايه الرياضي بيضحي وبيعاني، طبعا خاصة الالعاب الاخرى، ان هو يعني بيدفع من جيبه وبيدفع ومن وقته وكل شيء عشان يحقق حلمه، مش كل دايما بيلاقي رعاية او بيلاقي حد يدفع له كل نفقاته، بس ده حلمه ان شاء الله ربنا ان يساعدك شاء فيه الله باذن ان شاء الله الله. اكيد.